بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. درسنا اليوم يا خامس بعنوان ليلة القدر. ما معنى ليلة القدر؟ لما نحكي ليلة القدر شو هي؟ وفي سورة عندنا بالقرآن الكريم كلاتنا حافظينها اللي هي سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب إيش يعني ليلة القدر؟ شو هي هاي الليلة؟ هي إحدى الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. إذن هي واحدة من هدول الليالي، أي ليالي؟ آخر 10 ليالي من شهر رمضان. يجتهد فيها المسلم في العبادة، يعني بيزيد المسلم في عبادة الله سبحانه وتعالى في هاي الأيام العشرة الأواخر من رمضان، طلبا للمغفرة والثواب، يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويعطيه الأجر والثواب. ولم تحدد بليلة معينة. هاي نقطة كثير مهمة بدنا نحكي فيها، أن ليلة القدر لم تحدد بليلة معينة، بل قد تكون في أي ليلة من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. يعني إحنا ما بنعرف إمتى هي ليلة القدر. كثير من الناس ما بيصلوا ولا إشي من صلاة القيام في العشر الأواخر إلا ليلة 27، وهذا الاشي خطأ كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لانه احنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا اي يوم هي راح تكون ليلة القدر، فهي مش شرط تكون 27. ايش اللي حدد لنا اياه عليه الصلاة والسلام؟ انه هي تقع في العشر الاواخر من رمضان، وخص منهم اللي هي الليالي الفردية، الليالي اللي بتكون فردية، عدد فردي من هاي الليالي العشر الأواخر، واحدة منهم راح تكون ليلة القدر. فالمسلم إيش الواجب عليه؟ إنه هو يزود عبادته في العشرة الأواخر، يزيد هاي العبادة ويزيدها أكثر وأكثر. إمتى؟ في الليالي الفردية من هاي العشرة الأواخر. هلأ نتعرف على الليالي الفردية والليالي الزوجية. الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان هي مقسومة لقسمين، في عندي ليالي زوجية وليالي فردية. الليالي الزوجية اللي هي ليلة 20، 22، 24، 26، 28، و30، هاي ليالي مالها ليالي زوجية. أما الليالي الفردية فهي 21، 23، 25، 27، و29. كيف يعني؟ يعني الليلة شو بتكون مثلا هاي الليلة؟ إذا كان بكرة تاريخه 20 رمضان، إذا هاي الليلة هي ليلة 20. إذا كان بكرة التاريخ 21 رمضان، إذا هاي الليلة حتكون ليلة 21. إذا هي ليلة فردية، إذا بدي أجتهد فيها أكثر وأكثر بالعبادة. فضل ليلة القدر، يعني ايش اللي بيميز هاي الليلة؟ شو الفضائل اللي لها؟ اول اشي، اكتر اشي بيميز هاي الليلة عن كل الليالي تاعت رمضان، انه هاي الليلة بدأ فيها نزول القرآن الكريم. اذا متى بدأ نزول القرآن الكريم؟ في شهر رمضان، وتحديدا في ليلة القدر. ايضا ربنا سبحانه وتعالى أعطى هاي الليلة أجر عظيم جدا، ميزة عظيمة عن باقي كل الليالي. وإيش هي؟ إنه العبادة فيها، يعني العبادة في هاي الليلة ليلة القدر، خير من العبادة في 1000 شهر. يعني الإنسان اللي بيقوم ليلة القدر وبيأديها حقها وبيعطيها حقها، هذا الإنسان كأنه عبد الله سبحانه وتعالى 1000 شهر، يعني تقريبا نحكي 82 أو 83 سنة. بس أجر، يعني الواحد بياخده عن أجر أكثر من 80 سنة عبادة بس في هاي الليلة الوحيدة. شوفوا قديش هاي الليلة مهمة وقديش هاي الليلة عظيمة. يعني إحنا فعليا لو قمنا العشر الأواخر كلها يا خامس، أو لو قمنا الأيام الفردية من العشر الأواخر، نشوف ولا إشي، ما بيطلع العدد الكبير، كلهم على بعضهم بس 10 أيام، تخيلوا. لكن إذا فعلا أنا
قمتها بالليل بالصلاة وبقراءة القرآن وبالدعاء، وزي ما حكينا أهم الدعاء اللي هو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تخيل إذا إحنا عملنا هيك كأني عبدت ربنا سبحانه وتعالى أكثر من 80 سنة. تخيلوا كمية الحسنات اللي راح تكون مش طبيعية في هاي الليلة. يعني لو بدي أستغفر ربنا كأني استغفر، بس ظلعت أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، هاي الأذكار كأني أنا قاعد عم بحكيها هلا لا مدة أكثر من 82 سنة. تخيلوا قديش أجر هاي الليلة كبير، قديش أجرها عظيم. ما بدنا أبدا يا خامس حدا يفوت عليه أجر هاي الليلة. إن شاء الله رمضان هذا لازم 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 نسعى ونحرص على القيام، لازم نحرص على العبادات، على الطاعات، خاصة في الليالي في الليل. إمتى؟ أي ليالي؟ اللي هي الليالي الفردية من العشرة الأواخر إن شاء الله من هذا الشهر الفضيل. ما أضيع وقتي فيها بالحكي ولا باللعب، ولا أضيع وقتي فيها بالمزح، ولا أضيع وقتي فيها بالمسلسلات والبرامج هاي أبدا. هاي كنز عظيم، كأنه كنز قدامي، بدي أخذ من هذا الكنز قد ما بقدر. مفتوح الكنز كامل لإلي، وأنا قد ما بقدر باخذ منه باخذ. فنضيع علينا هذا الأجر وهذا الكنز؟ أكيد لا، ما راح نضيعه علينا، صح؟ ما في حدا عاقل بس يشوف كنز قدامه بتركه وبمشي، صح؟ وخاصة إنه يلا الكنز انفتح لي وحدا حكى لي خدي منه قد ما بدك وأروح أتركه، أكيد راح الناس تحكي يعني مجنونة مو عاقلة، كيف يعني تركته؟ ونفس الشي هاي الأيام العشر الأواخر، وخصوصا الليالي هاي الفردية، فيها ليلة مهمة جدا. يعني هاي كنز من ربنا سبحانه وتعالى إلنا، كان نجمع فيها حسنات قد ما بنقدر. الفضل الثالث، يغفر الله فيها ذنوب عباده. ربنا سبحانه وتعالى في ليلة القدر بيغفر للناس بشكل مش طبيعي، فعشان هيك الواحد يسعى انه يضل يستغفر ويطلب من ربنا المغفرة حتى ربنا يغفر له ذنوبه. تخيل قد الواحد بيكون عامل خلال اليوم او خلال الشهر، خلال السنة، بيكون عامل ذنوب، بيكون عامل سيئات، تيجي ليلة القدر بتغفر له كل هاي الذنوب إذا هو فعلا أداها حق أدائها. النقطة الرابعة، تتنزل فيها الملائكة وجبريل عليهم السلام. بنزل الملائكة، بتكون ليلة فيها سلام، ليلة سكينة، بس الملائكة اللي بتكون موجودة بتشهد للناس، بتستغفر للناس، بتطلب، بتدعي لربنا سبحانه وتعالى، بتطلب من الله اللي هو مغفرة الذنوب للناس. طبعا مش الإلهيين ولا اللي قاعدين على التلفزيونات ولا اللي سهرانين وقاعدين بتسلوا، لا، للناس اللي بتكون بهاي الأيام قاعدة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. ماذا أفعل في ليلة القدر؟ يعني شو الأمور اللي بنعملها في ليلة القدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما عائشة سألته هيك أجاب عنها بهذه الأمور. أولا اللي هو الإكثار من هذا الدعاء، بندعي إيش ما بدنا، بندعي كل اللي إحنا بدنا إياه، كل اللي نفسنا فيه، لكن لازم بهاي الأيام العشر الأواخر نخصها بهذا الدعاء، نضلنا نكثر يعني قد ما بنقدر من هذا الدعاء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني إذا عائشة، وهي عائشة رضي الله عنها، لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم إنه إيش تعمل، إيش تحكي، إيش تدعي، فإيش حكالها؟ حكالها تدعي هذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وطبعا هذا الدعاء أكيد مطلوب معاكم حفظه يا خامس. وأيضا الاجتهادات في العبادات، يعني الواحد يجتهد يعني قد ما بيكون هو برمضان، أصلا الواحد بتزيد همته في العبادة وبتزيد همته في الطاعة، بتزيد بهاي الأمور، لكن بالعشر الأواخر بدها تزيد أكثر وأكثر. يعني مثلا كنت أصلي التراويح، أصلي بعد العشاء 8 ركعات، خليني أصير أزودهم، أصير أصلي 10، أصير أصلي 12، المهم إني أجتهد أكثر وأزود عباداتي في هاي الأيام أكثر، أذكر ربنا أكثر، أحط لحالي مثلا كل يوم بدي أنا
الأذكار أحكيها بعدد معين، مثلا أنا اليوم بدي أستغفر 100 مرة، بدي أزود، كنت أستغفر 100، هلأ بدي أصير 150، 200. إذا نحاول قد ما بنقدر نجتهد بالعبادات في العشر الأواخر من رمضان. الواجب اللي عليكم يا خامس لهذا اليوم هو حل أسئلة هذا الدرس، وفرصة إنه إحنا الآن يعني بشهر رمضان المبارك وهذا الدرس، عشان إن شاء الله نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ونجتهد في هاي العشر إن شاء الله بالعبادات، ونخص الاجتهاد أيضا في الليالي الفردية، لعل واحدة منها إن شاء الله تكون هي ليلة القدر.